طلعوا من ميزانية وزارة الثقافة باش تشمل لأنه بالإمكانيات الحالية اللي عند وزارة الثقافة وبالبؤس المادي مع كامل الأسف اللي كتعيش الثقافة المغربية سنوفروا لها إمكانيات في المستوى هذه في اليوم اليونانية غادي نوفروا قرار في المجال الاقتصادي والاجتماعي في حدود 100 يوم غادي نرجعوا قانون التقاعد نناقشوا قرار سياسي في حدود 100 يوم بزاف القرارات الشاغله واحد منهم جوج لا اول باننا غادي نديروا كل ثلاثه اشهر غادي نجلسوا مع المنظمات النسائيه الحقوقيه النقابيه الثقافيه الشبابيه الى غير ذلك يعني دائما بما في طبعا احزاب المعارضه ثلاثه اشهر دائما يكون موعد مع جميع مكونات المجتمع المغربي سواء اللي في البرلمان ولا حتى اللي ضد البرلمان